في الحقيقة امبارح من الأيام اللي هتكون يعني تكتب وتسطر بأحرف من نور في ريادة مصر في مجال الإعلام تحديداً، لأن كل الأوساط الإعلامية والصحفية سعيدة من امبارح بخبر أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الخبر ده خاص بتدشين قطاع أخبار المتحدة، القطاع اللي بيعد واحد من أكبر القطاعات الإخبارية مش بس في مصر، لا ده في الشرق الأوسط كله. القطاع ده هيضم قناة أخبار دولية هتنطلق بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي اللي هيعقد في شهر نوفمبر القادم COP27، وكمان هيكون في طبعا في مدينة شرم الشيخ، ده غير إن دلوقتي بيتم التحضير كمان لقناة تانية هي قناة إقليمية بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، ويمكن القناة دي هتكون قناة مهمة جدا للترويج لرؤى مصر في عدد من الملفات إقليميا وترويج لمصر خارجيا. كمان التطوير هيشمل قناة إكسترا نيوز، ويمكن كلنا شفنا النجاحات اللي قدرت تحققها قناة إكسترا نيوز في الفترة اللي فاتت، هيتم تطويرها بشكل أكبر، وكمان هيتم إطلاق قناة إكسترا الحدث، يعني أخبار كلنا سعداء جدا بيها تحديدا في الوسط الإعلامي، ولابد للمواطن أيضا اللي هو يسعد بيها، لأن من حق المواطن وده حق أصيل للمواطن بيكفله الدستور هو الحق في المعرفة، لأنها قنوات إخبارية هتعمل نقلة كبيرة جدا في صناعة الإعلام والمحتوى الإخباري اللي بيواكب التطورات والأحداث، يمكن أقول بقى الأحداث المتسارعة في مصر، لأن إحنا شايفين مصر دلوقتي بتقدم على عملية نهضة حقيقية بخطوة متسارعة جدا. بس ده حقيقي أحمد، يعني أنت اتكلمت على مصدر السعادة لنا كإعلاميين وكمان للمواطنين، لأنه في الآخر لما بنشوف خبر بتنقل بطريقة حرفية إحنا في الآخر بنقول إحنا في مصر، ده الإعلام المصري الحقيقي. ولا أخفي على حضراتكم سر، كلنا عارفين مصر فيها إعلام من 88 سنة، ده معناه إن إحنا عندنا تراكم لخبرات إعلامية كبيرة جدا، مش بس يعني إعلامية قديمة، لا كمان في دلوقتي ناس قادرين إن هم يواكبوا التطورات اللي بتحصل في العالم وقادرين يحولوا بوصلة الإعلام العربي كله إلى القاهرة. الدنيا اتغيرت والإعلام بقى مؤثر وعابر للحدود والقارات، وجه الوقت إن يكون عندنا شبكة قنوات إخبارية ومراسلين ومكاتب دولية في عواصم العالم، وأعتقد إن المتحدة كعادتها قدرت إنها تعمل النقلة الحقيقية دي في المحتوى الإخباري والتقني والمعلوماتي بشكل يؤكد ريادة المصريين في صناعة الإعلام، وده اللي احنا شفناه في القنوات الإخبارية المصرية الموجودة دلوقتي، وقادرين نشوف مش بس المنافسة في صناعة المحتوى وتقديم الخبر بطريقة حرفية، لكن كمان في الشاشة، ويمكن ده بيهم جدا المواطن. فبرجع تاني للنقطة اللي انت كنت بتتكلم فيها، يعني عجبني بس انت استخدمت دلوقتي مفرد او لفظ ان عندنا تراكم خبرات. ده حقيقة عندنا تراكم خبرات، واحنا عندنا خبرات في مجال الاعلام 88 سنة، بس خليني اقول لك على واقع خبرتي من خلال شغلي في عدد من القنوات، بتكلم قنوات اقليمية تحديدا. كنت بشعر بالفخر والحزن احيانا ان القنوات الاعلامية الكبيرة الاقليمية دي والله كل اللي بيدورها كفاءات مصريه. ده حقيقي، انا فخور اللي بيقدمها او بيدور القنوات دي والقائمين على راس هذه القنوات مصريين، لكن الواحد كان بيبقى فخور ليه ما عندناش برضه حته الانا، يعني ليه ما عندناش حاجه زي كده. فالنهارده مصر الجمهوريه الجديده بتثبت للجميع ان عندها يعني وعي، عندها ادراك، وبتشتغل في كل يعني القطاعات وفي كل المجالات بالتوازي عشان تقدر اللي هي تقدم دوله، يعني دولة عظمى بقى، دولة حديثة، دولة بتواكب وتضاهي كل التطورات اللي موجودة حوالينا. علشان كده مهم جدا ان احنا يبقى عندنا القناتين دول، يكون عندنا قناة دولية ويكون عندنا قناة إقليمية للأخبار. ده بخلاف بقى ان كل التجارب اللي قدمتها المتحدة في السنين اللي فاتت تحديدا كانت مؤثرة وفاعلة بشكل كبير قوي على كل المستويات الإعلامية وكمان القوى الناعمة المصرية. ليه بقول القوى الناعمة المصرية؟ لأن احنا شفنا مسلسلات وشفنا أفلام من إنتاج المتحدة في الإنتاج الدرامي والسينمائي وأدي كانت مؤثرة، شفنا الاختيار مثلا بكل يعني الأجزاء الثلاثة الخاصة به، شفنا أفلام كتير قوي، شفنا مسلسلات كتير قوي كانت مؤثرة وكانت نبض الشارع الحقيقي، وإزاي هي كانت بتعكس حال الشارع وإزاي كانت بتأثر كمان في المواطن، وكمان المحطات الفضائية والبرامج والمنصات الإعلامية اللي استحوذت على يعني اهتمام كبير جدا من قطاع كبير جدا من المواطنين، وكان ليها مصداقية عالية عند المشاهد. بالتالي احنا عندنا ثقة في ان القناة الإخبارية والقناة الدولية اللي بإذن الله هيتم انطلاقهم من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية هيكونوا نقطة تحول وفاعلين
بشكل حقيقي ونقطة تحول كبيرة في الإعلام المصري والعربي كمان، وهيعيد مرة تانية يمكن فكرة الريادة اللي اتكلمت عليها بسنت للإعلام المصري وللمنطقة العربية، دور مصر الفاعل في المنطقة العربية في مجال مهم جدا وهو مجال الإعلام، يمكن احنا اللي علمناه الناس كتير قوي بره. ده حقيقي. يعني بمناسبة الكلام عن الريادة الإعلامية والمحتوى الإعلامي المهم اللي بتقدمه المتحدة في كل منصاتها وبرامجها، اللي في الحقيقة هي مهتمة بكل حاجة، مهتمة بالديجيتال، مهتمة بالشاشة، مهتمة بالمحتوى، مهتمة بكل حاجة. لكن كمان لفت نظري يا أحمد امبارح سيادة الرئيس إنه متابع كل حاجة بتحصل في المجال الإعلامي. سيادة الرئيس امبارح وهو بيتكلم بيفتح القنوات كلها، بيشوف إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيتعرض. ومن خلال طبعا امبارح افتتاحه لعدد من مشروعات مصر الرقمية، كان سيادة الرئيس بيتكلم عن المواهب وقدرات الشباب وإزاي نقدر نحفز القدرات دي في كل المجالات، وضرب مثال ببرنامج الدوم اللي أنتجته المتحدة وتعرض على قناة أون. سيادة الرئيس قال إن البرنامج ده قدر إن هو يبرز مواهب وقدرات شبابية وإدى فرصة كبيرة قوي لعرض مهاراتهم، وده طبعا حصل من جميع المحافظات، يعني كانوا الشباب يجوا من كل المحافظات يعرضوا مواهبهم. فيعني دخل النش اللي عنده حلم قدر انه يشتغل عليه ويحققه صحيح. ويطور منه ويقدمه للناس كلها، وابتدى الناس تشوف المواهب اللي احنا ما كناش شايفينها في محافظات تانية او في قرى تانية، قدروا ان هم يجوا يعرضوا المواهب دي. عجبني ان سياده الرئيس طبعا بيتفرج وبيتابع، بس شفت اخباري ده بيتابع كمان برامج موهوبين، يعني برنامج زي برنامج الدوم اللي وحب ياخد منه فكره ونطبقها بقى في مجالات تانية صحيح. نقدر يمكن ده طلبه امبارح سياده الرئيس في افتتاح منصه مصر الرقميه. عفوا سياده الرئيس شاف عقول مبدعه، عقول حقيقيه قدرت ان هي تشتغل وتطور من نفسها. انا بقيت قاعد بتفرج ايه الفخر اللي احنا موجودين فيه، ازاي المصريين عندهم قدره في ان هم يعملوا الشرائح الالكترونيه اللي يمكن هي عامله ازمه كبيره قوي دلوقتي عالميا، لا عندنا كفاءات قادره اللي هي تعمل ده. واصبحنا يعني شفنا الشاب اللي كان بيتكلم على التجربه الخاصه بالشركه بتاعته، ازاي قدر في وقت قليل قوي 3 سنين ان هو يبقى واحد من اهم الشركات العالميه اللي موجوده، وتلقى اكتر من عروض استحواذ من بره علشان خاطر يستحوذوا على الشركه بتاعته. فهي الفكره اللي انت عندك العقل وعندك الابداع، ينقصك حاجه واحده بس، الرعايه. فكره الكشف عن المواهب دي واحتضانها وتقديمها واستفاده مصر منها، يعني من حق مصر اللي هي تستفيد بابنائها المصريين، علشان ما تبقاش الكفاءات اللي عندك دي بيتم يعني خروجها واللي هي عندنا كمان في دول اخرى وجوه جديده. انا متاكده ان هم هيبقوا مؤثرين جدا، فاحنا بنفتح لهم مجالات او فرص عمل جديده ليهم. يمكن ده كمان تزامن مع يعني بعد التصريحات الخاصه ببرنامج الدوم، تزامن مع اطلاق المنتدى المتحده للكشف عن المواهب في كل القطاعات. فدي اخبار من الاخبار المبهجه والاخبار المفرحه واللي انت داخلين على عيد، فاخبار حلوه بالظبط دي. هنعيد بقى خلاص، احنا كده هنعيد فكره اللي انت داخله باخبار، عندك قنوات إعلامية، عندك كشف عن مواهب، رعاية مواهب، عندنا برضو في برنامج خاص برعاية الأطفال النشأ تحت مظلة أو تحت رعاية السيدة انتصار السيسي للكشف عن رعاية المواهب النشأ تحديدا، برضو ده اهتمام بالطفل ما كناش بنشوفه قبل كده. ففي اهتمام كامل بالمواطن المصري، وهي دي مصر، هي دي الجمهورية الجديدة اللي كلنا بنحلم ان احنا نكبر اكتر ونطور من نفسنا اكتر. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.